في الطريق فرشوا القمصان، ومن الشجر قطعوا الأغصان، وهم يصرخون بالألحان أوصينا أبشري أنا المخلص. أهلا بكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، وبث مباشر جديد. وبثنا النهاردة في مشاركة مع الإخوة الأقباط. وزي ما احنا شايفين متابعينا متابعي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، اقبال غير مسبوق هنا في محافظة سوهاج للاحتفال باحد الشعانين او احد الزعف، حيث يقوم الجموع المواطنين بشراء الزعف احتفالا بهذه المناسبة الدينية لدى الاقباط الشرقيين. متابعينا متابعي التلفزيون اليوم السابع معنا احد الاخوة الاقباط ليخبرنا عن اهم التفاصيل ومعلومات حول عيد الزعف او احد الشعانين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم. اتعرف بيك؟ جوزيف جيرجيس. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ جوزيف. وحضرتك طيب يا فندم. عايزين تدينا فكره وتدي متابعينا متابعي اليوم السابع فكره عن احد الزعف او احد الشعانين. احد الزعف هو كان مناسبه ان السيد المسيح دخل اورشليم، تمام، لما قام من الاموات عازر السيد المسيح، فطلب من التلاميذ ان ياتون بجحش، تمام، من المدينه المجاوره، فأتى تلاميذ السيد المسيح بجحش ودخل القدس أي فلسطين أو أورشليم، تمام. مهللين لما استقبلوه الشعب، مهللين قائلين هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، أو قائلين برضو مبارك قالات باسم الرب أو مخلصنا المسيح، تمام. فأسبوع لحد الزعف، تمام، هو الأسبوع اللي يعتبر قبل الأخير من أسبوع الصلب بتاع السيد المسيح. يعني احنا ابتداء من يوم الاثنين هندخل في اسبوع الالام، الاسبوع الاخير في حياه السيد المسيح على الارض. وزي ما انت حضرتك شايف الناس فرحانه، تمام، بشراء الزعف، والزعف هتعمل منه برضه قرابين، تمام، وهتعمل منه صلبان، وهتعمل منه اي زخرفه برضه من الزخرفه اللي حضرتك شايفها، تمام. وزي برضه متابعين حضرتك شايفين، تمام، وهتذكر برضه المشهد العظيم اللي قبل ما يدخل البس، تمام، ان احد المواطنين ايضا من المسلمين اتوا لشراء برضو ايضا الزعف، تمام. فده بيقول بيدل على حاجه حلوه في الشعب المصري، ان شعب مصر في رباط اليوم الدين، مفيش حاجه مناسبه اللي احنا مشتركين مع بعض، سواء كنا مسلمين ولا مسيحيين. فهتلاقي المناسبه بعيد الزعف هيشتري المسلم فيها برضو ايضا، وهتلاقي برضو المناسبه بعيد رمضان هيشتري المسيحي برضو الفانوس. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب يا فندم. ومستمرين معكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في احتفال الاخوه الاقباط باحد الزعف او احد الشعانين، كما ذكر احد متابعينا بيتم منها عمل قرابين وصلبان واشكال زخرفيه جميله بيتم تزيين بها المنازل في هذا اليوم. زي ما احنا شايفين الاطفال كمان بيحتفلوا و رافعين الزعف ورافعين الحاجات اللي هي تم عاملها وضفرها من الزعف. واحد الشعانين زي ما ذكر الاستاذ يوسف، احد الشعانين لا هو او احد الزعف هو لدى الطوائف المسيحيه الشرقيه، وهو الاحد السابع من الصوم الكبير والاخير قبل عيد الفصح او القيامه، ويسمى الاسبوع الذي يبدا به باسبوع الشعانين او اسبوع الالام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح الى بيت المقدس، واستقبله الشعب احسن استقبال فارشا ثيابه واغصان الاشجار والنخيل، وترمزا وترمز اغصان النخيل او الزعف الى النصر، اي انهم استقبلوا يسوع المسيح كمنتصر في الحرب. زي ما احنا شايفين من هنا من امام كنيسه ابو حلقه، واقبال كبير من المواطنين على شراء الزعف هنا في محافظه سوهاج من اجل الاحتفال باحد الشعانين او عيد الزعف. Thank you.
النهارده كل كنائس محافظه سوهاج وكل الاقباط الاخوه الاقباط المتجمعين في محافظه سوهاج بيحتفلوا باحد الشعنين او احد الزعف من خلال بيع الزعف وقيامه بعمل مشغولات بالزعف ما بين صلبان وقرابين واشكال بعمليه الضفر. هي عمليه فنيه اكثر منها عملية بيع وشراء لتزيين المنازل بتلك الأشياء أو الرسومات التي تم إعدادها وتجهيزها بالأيدي هاند ميد، كلها مشغولات يدوية بتحتاج تفكير وتحتاج تصميم في العمل. أذكركم مرة تانية متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع أن أحد الشعنين أو أحد الزعف لدى الطوائف المسيحية الشرقية هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح والقيامة، ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الشعنين أو أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول السيد المسيح إلى بيت المقدس، واستقبله الشعب أحسن استقبال فارشا ثيابه وأغصان أشجار النخيل ترمزا وترمز أغصان النخيل أو الزعف إلى النصر، أي أنهم استقبلوا يسوع المسيح كمنتصر في الحرب. ودي بعض الأشكال اللي هي بيتم عملها من النخيل الصليب وبعض الأشكال الأخرى التي يتم ضفرها وتوزيعها على الأخوة الأقباط هنا اليوم في أحد الشعنين بمحافظة سوهاج. ومستمرين في مشاركتنا للإخوة الأقباط بفرحتهم بأحد الزعف أو عيد الشعنين هنا بمحافظة سوهاج من خلال إقبال كبير من المواطنين والأطفال على المشاركة في هذا الاحتفال وشراء الزعف وشراء ما يتم ضفره من هذه الأشياء وتوزيعها على المواطنين في محافظة سوهاج. من محافظة سوهاج وجديدا من احتفال الأخوة الأقباط بأحد الزعف أو أحد الشعنين الذي يأتي كل عام ويحتفل به الأخوة الأقباط في محافظة سوهاج من خلال رفع الزعف وعمل بأشكال جميلة يتم تزويرها